حسن حسن صدقوني يا جماعة لمعة فلاش لك لمعة فلاش بس مو هون استوديو الأنوار؟ مزبوط كان استوديو الأنوار بس هلأ محل خضار. ومو حضرتك المعلم نوري طبسورة؟ نعم يا سيدي أنا المعلم نوري. شو ما تذكرتني معلم نوري؟ لا والله مين حضرتك ولا صغيرة؟ أنا عادل ابن أبو عادل درخوجة وكنت إجي لعندك أنا وإخواتي ونتصور هون من شي 5 سنين ومرة حضرتك صورت عرس ابن عمي هاني درخوجة والصور طلعت بتجنن كمان تذكرتني؟ إيه والله تذكرتك أهلين وسهلين ومرحبتين سيد عادل. بس ليش هيك حضرتك قالي بدكانتك؟ يعني معقولة المصور الفنان يصير خضري؟ ظروف يا أستاذ عادل ظروف. يعني حضرتك ما عدت اشتغلت بالتصوير؟ ما بتصور لنا عرس أخي؟ والله يا أسف يا أستاذ عادل التصوير صار من ذكرياتي. وليش بقى شو السبب؟ القصة طويلة يا أستاذ عادل. بس هذا عرس أخي يعني ونحن بصراحة حاطين كل ثقتنا فيك. آسف حبيبي يعني لو كان عرس مين ما كان والله ما رح أروح. طيب ليش؟ ممكن أعرف السبب معلم نوري؟ طبعا آسف لإلحاحي بس بصراحة صار عندي فضول حتى أعرف. أخي شغلة التصوير بطلناها هجرناها لعناها وأنا حالف يمين معظم ما مد إيدي على كاميرا وآخذ صورة لحدا طول ما أنا عايش بالوطن هيك لحتى موت واندفس بقبري. سلامتك معلم نوري سلامتك بس يعني يا ريت أعرف. حابب تعرف ليش تركت التصوير؟ إيه والله حابب لأنك بصراحة شوقتني. اتفضل أحكي لك تفضل. يلا شايف هالكاميرا هاي؟ أي نعم هاي من أشهر الكاميرات العالمية هي من التوب 10 الموجودة بالعالم الله وكيلك اشتريتها ب60,000 ليرة. بس كأني شايفها مكسورة. ايه نعم يا سيدي مكسورة وراح احكي لك ليش مكسورة والله يكسر ايدين ورجلين يلي كسرها يا حق. هذا يا سيدي من مدة 4 سنين كنت قاعد بالمحل بأمان الله وعم اشتغل مرحبا معلم. أهلين وسهلين مور يا حباب. حضرتك المعلم نوري طبشورة؟ ايه أنا نوري خير شرف تفضل معنا ما كتير عنا وقت تفضل. دوين بدي تفضل معكم؟ معلمنا أبو هماش بدو ياك تفضل. ومين أبو هشام بلا صغرة؟ أبو هماش ولا؟ ولا عم تغشم حالك يعني؟ هلأ ما عاد تعرف مين هو معلمنا أبو هماش؟ لك يخرب بيتك شو حوبي لك في حدا بهالبلد كله ما بيعرف مين هو أبو هماش؟ صدقوني يا جماعة أنا بعيد عن هالأجواء ولا بعرف لا أبو هماش ولا أبو دفاش. لك يا أجدب هذا معلمنا أبو هماش اللي رشح حاله للمجلس ما عرفته؟ أنو مجلس؟ لك راح يطلعني من تيابي لك شو حمار أنت؟ مو مسألة حمار بس المجالس عنا بالبلد كتيرة المجلس البلدي مجلس الإدارة مجلس التعاون المجلس الوطني مجلس الوزراء مجلس الشعب مجلس الإدارة المحلية يعني كله جالس بالمجالس والشعب واقف على الرجل وحدة. معلمنا أبو هماش رشح حاله لمجلس الشعب عرفته؟ ليش مصرين أعرفه؟ وسمعت نعام منه ومن هالغاية النبيلة يلي عم يسعى له بس والله ما عرفته. إيه بسيطة هلأ بتعرفه. أصبح حطوني العنوان وأنا بلحقكم. قوم اطلع قدامي أحسن ما خربط لك المحل فوقالي تحتاني اطلع. إيه طيب طيب أمرك ولا يهمك. حاضر يلا بسرعة يلا 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 تفضل. وهي جبنا لكم المصور نوري طبشورة سيدي شرف. احترامي يا سيدي. أهلين أهلين معلم نوري بس ما يكونوا رجالي زعجوك أو ضايقوك اللي الصراحة ما بزعل. لا 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 أبدا الحقيقة ما زعجوني أبدا كانوا في منتهى اللطف والأكابرية. بتعرف يا معلم نوري ليش أنا باعت وراك؟ لا والله يا سيدي. يعني ما دريت؟ بشو بدي أدرى يا سيدي؟ معقول ما تكون دريت إنه أنا مرشح حالي للمجلس؟ لا والله يا سيدي ما دريت للأسف. يخرب بيتك لك البلد كلياتها انطبلت بالقصة والناس عم تهني بعضها بترشيح معلمنا للانتخابات. عفوا للأسف أنا بعيد كتير عن هال... باختصار يا نوري أنا دعيتك مشان تساهم معي بالحملة الانتخابية اللي رح ساويها. أنا يا سيدي؟ هو صحيح الكل عم بيقول لي إني بنجح بس ما بيصير ما عمل دعاية ما هيك يا أبو مقص؟ طبعا سيدي ضروري تعملوا دعاية طبعا. لا وخاصة إنه خصمي أبو فهد رح يعمل دعاية كبيرة وصوره رح تملي الحيطان ورح ينعرف نفس الشغلة فمعقول هو ينجح وينشهر وأنا ما حدا يعرف خلتي؟
معكم حق يا سيدي، بس يا ترى شو المطلوب مني؟ بدي منك ترافقني بالحملة الانتخابية وتاخدي كم صورة، يعني كمية من الصور، ملون، كبيرة، صغيرة، أسود، أبيض، ما بتفرق. على عيني يا سيدي، بس بصراحة أنا ما بقدر سكر المحل لأنه هلأ شو بدك بالمحل؟ تعطيل المحل على حسابي أنا، قلي لشوف قديش بيطلع لك المحل بالشهر؟ يعني حوالي 20,000 صافي. أصبح راح أعطيك 50,000 ليرة بالشهر، منيح هيك؟ منيح كتير يا سيدي، بس يعني عفواً، حق الأفلام والتحميض يعني على مين؟ لا يكلك فكر، كله علينا وحبة مسك. اسمع يا أبو مص، نعم، من بكرة بتقبض المعلم نوري 50,000 ليرة بدون ما تكتب عليه وصل كمان. حاضر. شلوني معك هيك؟ يا سيدي الله يرزقك ويرزقنا، أنتوا الخيرين ونحن منستاهل إن شاء الله. وعد مني إذا نجحت رح أعطيك 100,000 ليرة مكافأة برانية. وبركي ما نجحت يا سيدي. بركي خرب بيتك، شو ما بتعرف تحكي انت؟ لا معلم، حطت النجاح بجيبته صغيرة. لكن وينك؟ طالما الكاميرا معك خد لي كم صورة. فيها فيلم الكاميرا؟ نعم سيدي، فيها فيلم لآخر الأمر. أصبح خد لي كم صورة وإن شاء الله تكون استفتاحية موفقة. على عيني وراسي. وين وقف لك يا نوري؟ تفضلوا سيدي، تفضلوا لهون لو سمحت. لهون. نعم. اسمه سيدي؟ أكتر؟ وبهالصورة يا أستاذ عادل علقت وصرت أخذ صور لأبو هماش وهو عم يغرس شجرة وكتبوا تحتها أبو هماش يساهم في تشجير البلاد. وشي وهو حامل بارودة ولابس لبس المجاهدين وراكب على حصانه كتبوا تحتها أبو هماش على طريق التحرير. وشي وهو عم يخطب بالجماهير الشعبية وعم يشرح للأوضاع السياسية بالعالم والمنطقة كتبوا تحتها أبو هماش حبيب الملايين والجماهير الشعبية. وشي وهو عم يرقص بالسيف والترس كتبوا تحتها أبو هماش يحيي تراث الآباء والأجداد. وشي وهو راجع من العمرة وعم يوزع مصاري على الفقرة وعم يسبح ربه كتبوا تحتها أبو هماش في لحظة عبادة وخشوع. وشي مع البدو وشي مع النور وشي الله وكيلك شهرين يا أستاذ عادل وأنا مسكر المحل ومعطل شغلي وعم بدفع مصاري من جيبتي. ليش ما قبضوك 50,000 سلفة مثل ما وعدها؟ تعدمون، ما قبضت منهم ولا قرش، وكل ما قلت لهم قبضوني يوعدوني اليوم وبكرة ويقولوا لي شبك شو رح ناكلهم عليك؟ ايه وبعدين شو اللي صار؟ يا سيدي اللي صار انه حلت المصيبة ونزلت الكارثة وسقط البطيخ ابو هماش بالانتخابات ونجح غريمه وخصمه ابو فهد بفارق كبير بالاصوات وانطبشت الشربة براسي وانخرب بيتي. ما عطاك ولا قرش ما هي؟ ما عطاني شي، انعطلت شي. جيت حتى طالبه بعد ما طنشني، قاموا نصحوني اني ما روح لعنده. وليش بقى؟ صار مثل مجنون، كل ما شاف واحد بطريقه يسبه ويبهدله ويضربه كمان. ايه وشو عملت بهالحالة؟ اكيد ما سكتت عن حقك. مين قال لك؟ وحياتك ما سكتت، رحت لعنده وقلت بركي بحصل شوي من حقي من خسارتي يعني، بس اخ يا ريتني ما رحت. مرحبا. اهلين، شو بدك؟ المعلم ابو هماش هون بالله؟ شو ضربك العمى؟ ما جيت قبل المرة لهو؟ بلا جيت، بس لما جابوني يعني ما كنت منتبه. المعلم وينه؟ مو هون. وينه؟ العمى ضربك، شو عم تحقق معي؟ لا مو هذا القصد، بس بدي اياه مشان شغلة ضرورية كتير. شو هالشغلة بقى؟ بصراحة ما بقدر اقول لك اياها الك، وإذا دري هو إنه أنت ما قلت لي وينه رح يزعل منك كتير. ها؟ يا ويلك إذا كنت عم تكذب. سمعت صوت إطلاق النار؟ إيه سمعته. الحق الصوت، بتلاقي المعلم عم يقوص على خصومه. شكرا يا أخ. يا سلام يا أبو هماش، يا سلام يا معلم. المهارة بتتكلم، روح الله يسلم دياتك وإن شاء الله ما في طير بالسماء بيصعب عليك، وإن شاء الله على الأرض تصطاد الغزلان وبالسماء أبو الحن وإنت شو جابك لهون؟ سيدي بصراحة الصراحة أنا جاي عبر لكم عن حزني وألمي يلي ما بنوصف لما سمعت بخبر سقوطكم بالانتخابات. خلاص صلح كلامك، أنا ما رسبت، أنا تشلحت من النيابة تشليح
وانسرقت بوضح النهار. معك حق يا معلم، معك حق، يعني كل شيء نجاح انتو احسن منه بكتير. هاي بعرفها، ما في شيء جديد. إلي لشوف ليش جاي لهون. سيدي عفوا، انا إلي بزمتكن كم ليرة، ولو مو كانوا لازميني ما كنت جبت سيرة. بس بيني وبينكن يعني انا متضايق شوي، والسيولة بجيبتي ما في. اخراس وكل هوا، انت ما بتستحي على دمك، طقر الحياة من وشك. ليش لا سمح الله يا سيدي؟ قال ليش قال؟ ولك انا اذا رسبت بالانتخابات بيكون منك. مني انا؟ طبعا منك، من هالصور الزفتة اللي صورتني اياها. ولك معقول يا بني ادم تصورني وانا عم بنقص قطة من النار؟ معقول تصورني وانا عم كب زبالة؟ معقول تصورني وانا عم صلح حنفية؟ سيدي قلت لحالي يعني بركي بتصير لكم شعبية والناس بتحبكم. بلا ناس بلا بطيخ. لك ابو فهد غريمي عمل صورة واحدة بس، بوز واحد فقط لا غير، هو نجح وانا رسبت. فسر لي اياها لشوف، اعرب لي اياها لشوف. سيدي عفوا لصراحتي، بس يمكن الوسامة والعمر الصغير بيلعبوا دور بالانتخابات. الوسامة يعني هو احلى مني. والله لحلي وبرك عن جلدك، دبرو. لحظة تعرف يا اخي، وعينك ما تشوف يا أستاذ الأكل اللي أكلتها والإهانة اللي بلعتها. تقول إلهم تار معي فلتوا علي مثل الوحوش، وعلى وين بيوجعك؟ وما تركوني هيك لحتى وقعت على ورقة وبصمت بالعشرة واعترفت بأنه مالي ولا قرش عند أبو هماش، وكل شي اشتغلته كان تبرع بتبرع، وضليت بالمستشفى أسبوعين، والكاميرا انكسرت مثل ما لك شايف. لا حول ولا قوة إلا بالله، معقولة في هيك ناس؟ لا، وهيك ناس بيرشحوا حالهم لمجلس الشعب بعين قوية. طيب هاي قصة أول كاميرا، والكاميرا الثانية شو قصتها؟ أخ يا أستاذ عادل، يا ريتني ببطل هالشغلة من وقت ما صارت معي هالحادثة الملعونة، بس ثقتي وبريق المسؤولين وقعني مرة تانية. هذا يا سيدي بعد شهرين من وقعتي مع أبو هماش المرشح الساقط، إجاني ابن خالتي فاروق الله يسامحه على الاستوديو لهون. مرحبا ابو خالتي. اهلين فاروق، اهلا وسهلا. كيف الصحة؟ الحمد لله. الك ولا للديب؟ خلص الديب امور، معناتها امشي معي بسرعة. امشي. لو ما بدي امشي؟ ابو ضرار الوكيل الاول للمحافظ بده مصور يرافقه على طول ويغطي له اخباره وين ما راح وين ما اجا. ليش وين المصور اللي عنده؟ مات بالجلطة بعيد من هون، وبالصدفة شفت ابو ضرار وقلت له مالك غير نوري طبشورة ابن خالتي، ومدحتك قدامه خيرات الله، قلت له انك فنان ومزوق. قام قال لي بعت لي اياه، جيب لي اياه بسرعة. بقى امشي معي حتى نشوفه. ودخلك هالشغلة فيها فائدة مالية؟ قولك مادية ومعنوية وجاه ووسايط ومن جميعه. بقى امشي، تحرك، خلصني، خد كاميرتك خلينا نتيسر. ماشي يا رزاق يا كريم. يا الله. اللي فاروق، هذا ابن خالتك اللي حكيت لي عنه؟ اي نعم سيدي، واسمه نوري طبشورة. وبيعرف يصورون للمسؤولين الكبار؟ طبعا سيدي بيعرف، طبعا صار له 30 سنة بهالمهنة. عظيم. فإذا اسمعني يا سيد نوري، انت مثل ما لك شايف هلا انه انا وكيل محافظ، وما راح اخبي عليك، انا خلال فتره قصيره جدا راح نط وصير بمركز مهم جدا، لذلك لازم اثبت نشاط وحيويه من هلا. بدي اياك تلحاني على الدعسه، كيف ما تحركت، كيف ما رحت، كيف ما جيت، وتلقط لي صور على كيف كيفك مثلا. وانا جاي على الدوام بكير، وانا عم ودع ضيف كبير او عم بستقبل ضيف كبير، انا عم بتفقد احوال موظفين بالدائره، وهي الصور بدي اياك تبعث لي اياهم على الجريده، وأنا رح أربط ونسق بينك وبين الجريدة كمعتمد من قبلي بهذا الشأن. هذا من جهة. من جهة تانية أنا رح أعطيك 30,000 ليرة سوري بالشهر، وإذا ترفعت لمنصب أعلى إلك عندي مكافأة محرزة جدا. شو رأيك؟ ماشي الحال سيدي، يلي بتشوفه. معناها رح نبلش من هلأ. يلا خذ لي كمبوز وأنا عم مشي مصالح المواطنين. على عيني أستاذ. فاروق دخل مواطني. حاضر. وصرت يا أستاذ عادل المصور الخاص لأبو ضرار وكيل المحافظ، وصرت إلحقه محل ما بيروح وقلقط له صور وابعتها للجريدة. شي هو جاي مبكر على الشغل، وكتبنا تحتها أبو ضرار يأتي إلى الدائرة مبكرا، وشي هو قاعد ورا مكتبه وعم يوقع معاملات المواطنين، كتبنا تحتها أبو ضرار يوقع معاملات المواطنين.
شيء وهو عم يقرا جرايد. كتبنا تحتها أبو ضرار يقرأ ويتابع باهتمام أخبار الوطن والعالم. وصورته كمان يا أستاذ عادل وهو عم يعانق مسؤولين كبار وعم يودعهم بحرارة ودموعه عم تكرج على عرض خدوده. وصورته وهو عم يزور السجن وعم يطلب من المجرمين التوبة والندم. وصورته وهو عم يصلي وراء الإمام وراء مباشرة بالأوقات الخمسة. وصورته كمان وهو عم يرمي حجر على الأرض المحتلة. آه بس كل هالشي ما نفعني يا أستاذ عادل، وبيظهر إنه إرضاء المسؤولين غاية لا تدرك. ليش بقى؟ شو صار معك؟ يلي صار إنه بليلة منحوسة كنت بالاستوديو عم حمض فيلم، لقطه لأبو ضرار وهو عم يزور دار العجزة وملجأ الأيتام، وإذ بالتليفون يقرع. ألو، أهلين أبو وفي. بده ياكل معلم أبو ضرار فورا. إيه بس هلأ ساعة واحدة بعد نص الليل وأنا عندي شغل. إن شاء الله يكون الصبح، تعا فورا. طب قل له أني عم حمض له فيلم ملجأ الأيتام وبدي كبر له صورته وهو عم يتغدى مع المعوقين. ولك أنت ما بتفهم؟ شو؟ لحظة بس. لك بس لا المس الصباط. لك لا يا أهلاً يا أهلاً وسهلاً بمصورنا العظيم. أنا تشرفت والله يا سيد نوري. الله يخليك يا معلمنا. وليش ما أجيت فوراً لما خبرك سكرتير أبو وفيق؟ ولا سيدي كنت عم حمد كذاب. أنت واحد كذاب. سيدي الله الوكيل، كنت بدي حمض لكم الفيلم يلي أخذت لكم إياه اليوم لما زرتوا دار العجزة وملجأ الأيتام. ولك أنا اللي رح صير عجز يتيم بعد السيد الوزير ما نشوف صوتي بالاجتماع وانا نايم؟ ولك الله يخرب بيتك، لك كيف قلت لي كيف؟ شوف. طيب سيدي. سيدي والله ما انتبهت. كذاب. ولك انت واحد كذاب، اكيد في حدا مصلتك علي ودافع لك مصاري كمان. الله وكيلك يا سيدي، شغله صارت صدفه بصدفه. صدفه؟ شو صدفه بقى؟ ها؟ يعني معقول تصورني وانا نايم باجتماع هام للسيد الوزير وهو عم يخطب عن مخاطر العولمه؟ ولك بكره اذا شاف سيد الوزير هالصوره واكيد رح يشوفها. ولك شو بدول عني؟ ها شو بدول عني؟ اكيد رح ينقلني على الصحراء شي مدير ناحيه. سيدي انا والله اللي بقى هي الكاميرا يلي صورتني فيها. نعم يا سيدي، بس قسما بالله هالكاميرا ما لها ذنب. هاتوها لشوف. هاتوها دخلكم يا سيدي مشان الله، هالكاميرا غاليه كثير. على مهلك مشان الله. اذا بتريد سيدي الله يخلي لنا اياها. اجرك. اي وضربوني ضرب يا أستاذ، الله يكسر دياتهم يا حق. يعني لو كنت قاتل أبوهم مو هيك. وقعدت بالمستشفى 20 يوم وطلعت، وبعد ما طلعت حلفت يمين معظم أني ما بقرب على مسؤول ولو دفع لي 1,000,000 ليرة. واشتريت هالكاميرا وقلت بركي يعني بشوف الحظ على وشها. بس للأسف المنحوس منحوس، ولو علقوا بباب أدنه فانوس. المهم كرهت المحل وصرت لقوة رزقي بالساحات والجناين والمعارض والمتاحف. وصرت أخذ صورة لاثنين بيحبوا بعضهم، طفل عم يلعب جنب النافورة أو بركة المي وعم يرمي خبز للبطاط، صورة لرجال بيحب الآثار جنب تمثال بحديقة المتحف، صورة لشخص عن جامع السلطان سليم. وعلى هالمنوال صرت أشتغل. ومضى 2 شهر على هالحالة وأنا مبسوط ومروق، لا عم قرب على مسؤول ولا مسؤول عم يقرب علي. بس اخ يا استاذ عادل، شو بدي اقول لك لقلك؟ خير؟ شو صار معك؟ شي جديد يا سيدي؟ بليله من الليالي خلصت شغلي وسكرت دكانتي وصرت اتمشى وانا راجع لبيتي تعبان وقلقان. خطر لبالي بالصدفه اني امرق بطريقي على واحد قرصون بيشتغل بملهى القط الاحمر حتى اعطيه صور الهويه اللي وصاني عليها. ودخلت الملهى يا استاذ. سعيد ابو توت هون.
مع المستودع، ممكن تاخذ لكم صورة؟ آسف، الفيلم خلص وما معي أفلام، ممكن انتظروا؟ تفضل شريف. الكاميرا هونيك؟ لا أنا؟ لك إيه أنت؟ ليش في حدا هون بالمحل اسمه أبو الكاميرا غيرك؟ يلا تعال المعلم عم يقول لك قرب، يعني بتقرب قرب. أنت يا أبو الكاميرا خذ لي كم صورة تذكارية مع المدموزيل. أيوه لك شبك خلصني سيدي. أنا آسف، الفيلم خالص وما معي أفلام. كذاب! انت معك فيلم بس ما بدك تصورني. سيدي الله وكيلكم، ما معي. ها شوفوا، ها خالص الفيلم يا سيدي. ولكن انت ما بدك تفهم بالذوق. حاضر حاضر سيدي، امرك امرك امرك. طيب طيب هاني يلا. حاضر. وين صور المعلم ابو شنان؟ ولا ما صور لك الصور يلي صورته اياهم امبارح بالليل بالملهى؟ شو بنا
بس انا ما اخذت الصور للمعلم، هي لمعة فلاش وبس. انت بدك تضحك علينا ولك؟ الله وكيلكم يا جماعة، لمعة فلاش على الفاضي، الكاميرا كانت فاضية. إيه؟ ما فيها فيلم. لك كذاب ابن كذاب، امشي بعد لعبة المعلم. لحظة لك لحظة، لا اقفل المحل. إيه بلا محل بلا امشي. يعني انت ما بدك تقر وين مخبي الصور؟ يا سيدي صدقوني والله ما لي بخبي شيء، والله ما لي بخبي شيء، الشغلة كانت لمعة فلاش. ولك؟ انت ناوي تساوي لي فضيحة مع الرقاصة يا كذاب؟ يا سيدي انا لما لك انا مش كبريهات، انا كنت واقف عم انصح الرقاصة تبطل الشغلة. الله وكيلكم ما اخذت لكم صورة يا سيدي. ولك على هامان يا فرعون، انت لمين بدك تبيع الصور؟ يا سيدي بايش بدي احلف لكم، اني لا بدي بيع صور ولا اني بخبي صور. لكان شو هذا اللي كنت عم تساوي مبارح؟ لمعة فلاش يا سيدي، لمعة فلاش بس، الله وكيلكم كانت الكاميرا فاضية وما فيها فيلم. ما راح أصدقك قد ما حلفت. خدوه عملوا له اللازم لحتى يقروين مخبي الصور. امشي لورجيه. صدقوني يا جماعة لمعة فلاش، لك لمعة فلاش بس. امشي. لمعة فلاش والله كانت. وضربوني ضرب يا أستاذ عادل، كأني مغتال أبوهن ومتجوز أمهن. وما تركوني حتى كتبت لهم تعهد اني رجع لهم الصور مع الفيلم النيجاتيف. ليش انت عندك الصور والنيجاتيف؟ شلون عندي؟ ما قلت لك انه الكاميرا كانت فاضيه وما معي فلان؟ اصبح ليش تعهدت له؟ حتى ما يموتوني من القتل، حاكم هدول ما في بقلبهم لا رحمه ولا شفقه. وين صور المعلم ابو شنان ولا؟ يا جماعه منين بدي اجيبه؟ سأل حالك ولا؟ انت اعترفت انه عندك. صدقوني يا جماعه لمعه فلاش، والله لمعه فلاش. لمعه فلاش والله لا خليك تشوفني بمنامك والله. كل ما رح نجي لعندك رح ناخذ صندوقين هيك لحتى تتذكر وين حاطط الصور وبترجعهم مع النيجاتيف كمان. سمعت يا جماعة؟ والله لمعة فلاش، لمعة فلاش، شو بدي أعمل حتى تصدقوني؟ والله لمعة فلاش.